الفقرة الثانية النهاردة إن شاء الله، وهي بعتبرها من أهم الفقرات اللي عملناها أو هنعملها إن شاء الله في برنامج صحتك ثرواتك. هنتكلم عن المناعة، لأن إحنا كلنا محتاجين دلوقتي قصة المناعة، خاصة في تغيير فصول السنة والمتغير الجديد عندنا كورونا. خليني أرحب بنيابة عنكم بالدكتور هاني فرج، المستشار الطبي الاقتصادي بالبرنامج. دكتور هاني صباح الفل عليك. صباح الخير، أهلا بيك يا دكتور علي. أهلا وسهلا. الحمد لله، أهلا بيك. دكتور هاني، إحنا عايزين النهاردة نتكلم عن المناعة. تمام؟ نحن بنتكلم عن المناعة، عايزين نعرف يعني إيه المناعة. جميل. طبعا الفترة اللي احنا بنمر بيها دي مليئة بالأحداث ومليئة بتوجيه الناس، فمن ضمن الحاجات اللي دايما بنسمعها عايزين نزود المناعة، نزود المناعة، ولكن محدش بيشير بشكل قوي للمناعة. اقتضت حكمة الخالق سبحانه وتعالى ان احنا نبقى محاطين بمجموعة من الميكروبات، سواء كانت فيروسات او بكتيريا او طفيليات او حتى ديدان. فالإنسان بصفة عامة محاط بمخاطر كتيرة جدا من كائنات موجودة حواليه. فربنا سبحانه وتعالى ما تركش الإنسان كده، بالعكس ده هو اداله خطوط دفاعية ما تسمى بالمناعة. بمناسبة الخطوط، معلش عايزين نحط الخط بتاع الموبايل بتاعنا اللي هو فيه الواتساب اللي الناس تتواصل معنا فيه، اللي هو 012-04-87-881-2. كنا معلش بس خط بس. جميل. احنا هنحاول نبسط المناعة، فكرة المناعة، بحيث تبقى الناس عارفة يعني مناعة. هو الموضوع طبعا يعني يفرض ليه كثير من الحلقات، لان هو موضوع كبير جدا، ده علم، العلم الاميونولوجي او المناعه علم كبير. هنحاول نبسط للساده المشاهدين عشان نبقى المفهوم البسيط للمناعه موجود عندهم. تمام. المناعه هي بتنقسم لجزئين كبار. المناعه بصفه عامه هي عباره عن يا اما اجهزه في جسم الانسان او مواد كيميائيه او خلايا بتقاوم وتواجه الاجسام الغريبه اللي بتخش الجسم. دي اللي بيسموها المناعه الطبيعيه؟ لا، هي ده تعريف المناعه بصفه عامه. تمام. جميل. المناعه بتنقسم لنوعين، نوع اللي هو الانيتيف او الفطريه او الطبيعيه زي ما حضرتك قلت، او الغير متخصصه. دي اللي هي المناعه الطبيعيه. دي المناعه الطبيعيه، دي المناعه الموجوده في جسم الانسان. وما بين قوسين كده الغير متخصصه اللي هي بتواجه اي حاجه. تمام، كويس. ودول خطين دفاع. خط الدفاع الثالث وهي المناعه المكتسبه، اللي هي الاكوايرد او الادابتيف، او اللي هي يعني اذا المناعه عباره عن مناعه طبيعيه ومناعه مكتسبه. المناعه الطبيعيه دي عباره عن خطين دفاع، والمناعه المكتسبه والمناعه المكتسبه. المناعه الطبيعيه صح؟ هنبتدي بالمناعه الطبيعيه. تمام. طيب المناعه الطبيعيه في اول خط دفاع هنبتدي نبص على جسم الانسان من الخارج. اول جهاز واكبر جهاز او اول عضو واكبر عضو في جسم الانسان هو الجلد. طبعا الجلد ده اول خط دفاع عن جسم الانسان. الجلد طالما ان هو متماسك ومفيش فيه اي جروح ومفيش فيه اي منفذ لاي جسم خارجي، فبالتالي تماسك الجلد ده اول خط مناعة. تمام. في الجلد فيه الغدد العرقيه بتفرز العرق. طبعا. فالعرق ده تاني خط دفاع، تاني حاجه موجوده في الجلد. طيب هنبتدي نخش على المنافذ لجسم الانسان. هنبتدي منطقه الراس، هنلاقي ان عندنا نبتدي بالعين، فهتلاقي العين فيها دموع. طبعا الدموع بتعمل على مقاومه الاجسام الغريبه والميكروبات اللي ممكن تاذي الجسم. اذا دي نوع من انواع المقاومه. جميل. الجزء الثاني الاذن، الاذن بتفرز الشمع، المواد الشمعيه او بيسمى بالصملاخ، ده اسمها باللغه العربيه الفصحى يعني، ودي بتواجه الميكروبات اللي ممكن تدخل عن طريق الاذن. تمام. في عندنا المخاط، المخاط اللي بيبقى موجود في الانف، وده برضو بيواجه الميكروبات اللي ممكن تنتقل عن طريق الممرات التنفسيه. طيب نخش في منطقه الفم، هنلاقي في منطقه الفم اول حاجه بتواجهنا او بتقابلنا هو اللعاب. تمام. اللعاب ده بيساعد على مقاومه نتكلم عن الفم دلوقتي. الانف، احنا خلصنا الانف دلوقتي داخلين على الفم. تمام. اللعاب هو بيقاوم اي ميكروب بيبتدي يخش عن طريق الفم. تمام. طيب بتيجي بعد كده ما يسمى بالاهداب، او اللي هي السيليا اللي هي الموجوده المبطنه للممرات التنفسيه، ودي ليها حركه منتظمه. الحركه المنتظمه دي بتعمل على طرد اي ميكروبات او اتربه داخل الفم غريبه. بالظبط كده. نخش دي الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، هنلاقي طبعا بالاضافه للمخاط وجود الحمض الهيدروكلوريك في المعده، وهو طبعا حمض درجه حموضته عاليه، فبيساعد على قتل الميكروبات اللي بتخش. يبقى ده اول خط مناعه. طب الانسان نجح في ان هو يقاوم الاجسام الغريبه او ما هنسميها ببساطه كده الانتيجين بدون اي مساعده خارجيه. بالظبط كده، نسميها الانتيجين. تمام. كويس. الانتيجين دوت او الجسم الغريب اللي دخل دوت بيتوفر فيه صفات، يعني عشان نقول ان ده جسم مضر لجسم الانسان، فاول حاجه فيه لازم ان هو يكون هاي مولكيولر ويت، او ليه هو وزن جزيئي كبير. بروتين ليه وزن جزيئي كبير. طيب ومختلف عن الجسم، لازم يبقى فورن، يبقى حاجه مختلفه عن البروتينات الطبيعيه بتاعت الجسم. لان هو لو شبيه ببروتينات الجسم، الجسم مش هيهاجمها. تمام. بالاضافه ان هو لازم يكون معقد، يعني هو كومبلكس. كويس. ده الانتيجين اللي بيخش. طيب احنا دلوقتي عدينا خط المناعه الاول، فشل في مواجهه هذا الانتيجين.
فداخل جسم الانسان هيواجه بقى ان خلاص هو تعدى المنطقه الخارجيه فابتدى يخش في الانسجه. فهيظهر له نوعين من الخلايا اللي هو خط الدفاع التاني. طيب. هي يعني في خلايا اسمها الخلايا المصل او الخلايا الصاريه، وفي كرات الدم البيضاء القاعديه، لان كرات الدم البيضاء هنيجي لها دلوقتي هي متقسمه لاكثر من حاجه. اللي هي كرات الدم البيضاء القاعديه اللي هي موجوده في اول طبقات الانسجه اللي بتبتدي تواجه الميكروب اللي جاي من بره او الانتيجين اللي جاي من بره. بتبتدي تتعامل معاه بميكانيزم اسمه يعني المواجهه بالالتهاب. كرات الدم البيضاء. كرات الدم البيضاء بالاضافه ل عشان كده لما بيطلب تحليل دم ولقى كرات الدم البيضاء عاليه يبقى اذا ده معنى ذلك ان في احنا هنخش لان هي فيها تفصيله كبيره. فيها تفصيله كبيره جدا يعني، انما احنا خلينا دلوقتي في الخط الدفاع الثاني اللي هو عباره عن كرات الدم البيضاء بالاضافه للمصل او الخلايا الصائيه. والمقاومه بالالتهاب. الالتهاب بيبقى عباره عن دي بعض العلامات الواضحه مثل حاجه اسمها ريدنس الاحمرار، الهوتنس السخونيه، السويلنج الانتفاخ والتورم في المنطقه دي، البين الالم الشديد، بالاضافه ان في بعض الاعضاء بيحصل فيها حاجه اسمها ديسفانكشن او بتفقد وظيفتها. طيب ابتدت الخلايا دي تواجه الانتيجين اللي جاي من بره عن طريق افراز مواد من اشهرها الهيستامين، ماده الهيستامين. تمام. عشان كده الانسان لما بيتعور او بيتجرح والميكروب بيخش لو جرح مش نظيف بيبتدي يحصل موضوع الورم والاحمرار والكلام ده كله. تمام. طيب دي خط الدفاع التاني. طب لان خط الدفاع التاني فشل في مواجهه هذا الميكروب نظرا لشراسته او نظرا لاختلافه فابتدى يخش فيه تيار الدم. هنا تمام. بقى نتوقف عند المناعه الطبيعيه انتهى دورها، ابتدينا نخش دلوقتي في المناعه المكتسبه وهي بتبتدي دورها داخل الدم. في جسم الانسان في النخاع العظمي، النخاع العظمي دوت خاصه في البالغين بيقوم بانتاج خلايا تسمى بالخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه دي عباره عن خلايا غير متميزه، يعني لسه ما لهاش وظيفه. الخلايا الجذعيه دي بتبتدي بعد كده ان هي تتقسم لمجموعه من الخلايا. هتدينا كرات دم حمراء، وهتدينا صفائح دمويه، وهتدينا كرات دم بيضاء. تمام. كويس. المناعه كلها هتكتمل عندنا في حته كرات الدم البيضاء دي بقى. اللي هي بتفرز من الخلايا الجذعيه او من النخاع. بالظبط كده. ما هي النخاع بيفرز خلايا جذعيه بتبتدي تتميز كرات دم حمراء، صفائح دمويه، وكرات دم بيضاء. دي بتفرز في الطبيعه عادي؟ لا، ده الانسان البالغ. الانسان البالغ. تمام. طيب بتبتدي كرات الدم البيضاء دي هي متقسمه جزئين، في نوع منها اللي بيحتوي على نواه واحده، ونوع ثاني جرانيوليتد او في اكتر من نوع. اكتر من نوع. كويس. خلينا في النوع اللي هو فيه نواه واحده، النوع ده بيسمى بالليمفوسايتس، الخلايا الليمفاويه. طب دي بتروح لمكانين في جسم الانسان عشان تبتدي تؤدي وظيفتها. المكان الاولاني اللي هو السايموس، ودي غده بتبقى موجوده لغايه مرحله البلوغ وبتختفي بعد كده، هي بجوار الغده الدرقيه وبتفرز خلايا اسمها خلايا تي سيلز او خلايا التائيه. تمام. من تي، حرف تي، اللي هي الخلايا التائيه. في منها تي هيلبر اللي هي الخلايا المساعده، واللي هي التي اتش، وفي التي سي. تمام. واللي هو تي سايت توكسيك، او دي اللي بتتعامل مع مهاجمه الخلايا المضره بالنسبه للجسم. وفي اخر حاجه تي اس او تي سبريسر اللي هي في الاخر بتثبط الجهاز المناعي بعد ما يكون ادى دوره. تمام. طيب يبقى دي الخلايا ايه؟ التي. في خلايا تانية اللي هي الخلايا البائيه. تمام. اللي هي من البرصه دي عباره عن مجموعه من الغدد موجوده في جسم الانسان، تحديدا في يعني في الجهاز الهضمي، في الابندكس او في الزائده الدوديه او في الجهاز الهضمي، بتفرز هذه الخلايا اللي هي بنسميها بالخلايا البائيه. تمام. يبقى احنا عندنا دلوقتي خلايا تائيه وبائيه. معلش. تمام. احنا يعني دي فيها تخصص شويه، بس عشان يبقى الانسان فاهم ان في نوعين من الخلايا في جسمه، دول هيلعبوا دور كبير جدا في المناعه المكتسبه. تمام. هنيجي في الاول نقول ان الانتيجين اللي دخل جسم الانسان دوت، وهنضرب مثل الفيروس المنتشر حاليا وفيروس كورونا او ما شابهه من الفيروسات، ما بيبقاش السطح بتاعه، يمكن معظم الساده المشاهدين يعني شافوا شكل الفيروس تحت الميكروسكوب، صور منتشره في كل المواقع دلوقتي، فبتلاقي ان الفيروس من الخارج بيبقى عليه ما يسمى بالابيتوبس او النتوءات الموجوده في الخارج، ودي اللي بيبتدي يتعامل معاها الخلايا الرئيسيه الموجوده في الجسم المسؤوله عن الجهاز المناعي. فبيخش الانتيجين لجسم الانسان. تمام. داخل الانتيجين بتواجهه اول خلايا، وهي بتسمى بالخلايا البلعاميه او الماكروفيج. تمام. الماكروفيج بيبتدي يستقبل هذا الانتيجين اللي جاي من بره وبيبتدي يتعامل معاه. بيتعامل معاه ازاي؟ اول ما بيخش بيقوم بتكسيره ويبتدي يتعرف عليه بقى. تمام. فبيتعرف عليه عن طريق حاجه اسمها ال ام اتش سي، الميجور هيستو ميجور، يعني الخلايا اللي هنسميها ايه باللغه الدارجه التوافقيه. تمام. الهيستو كومباتيبلتي كومبلكس او الام اتش سي. بيبتدي الام اتش سي يتعرف عليها وبيبتدي يخرجها على جدار الخلايا البلعاميه دي من الخارج.
خرج على الخلايا، على ظهر الخلية من بره اللي هي الخلايا البلعامية دي، ابتدى الانتيجين محمل بهذا الـ MHC كويس، وبتسمى الخلية في هذا الوقت بالخلية المعرفة أو الانتيجين بريزنتنج سيل، تمام، الخلية المعرفة لهذا الانتيجين. يبتدي الانتيجين يظهر على جدار الخلية، يبتدي احنا قلنا في تي سيلز او الخلايا المساعده اللي هي التي هيلبر، هتبتدي الخلايا دي تستقطب لهذا المكان، تمام، هتبتدي تتعامل مع الكومبلكس الموجود دوت، هتبتدي تفرز ما يسمى بالانترليوكين، مش عايزين يعني نخش في تفاصيل اكتر من الساده المشاهدين، هتبتدي تفرز في بعض المواد، هذه المواد هتبتدي تنشط خلايا الباقيه، تمام، الخلايا الباقيه دي هتطلع حاجتين، هتطلع حاجه اسمها خلايا بلازما، وهتطلع لنا الناحيه الثانيه حاجه اسمها الخلايا الميموري سيلز او الخلايا ذات الذاكره، اللي تمام. هي ممكن تقاوم بعد كده بشكل مباشر اي ميكروب يخش لانها اتعرفت عليه. تمام. البلازما سيل دي بتطلع لنا بقى بيت القصيد وهو الانتي بوديز او الاجسام المضاده. تمام. ودي اللي احنا بنسعى ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان تظهر بشكل كبير وسريع لمواجهه الكورونا للتغلب عليه. تمام. طيب. اشكرك على كل المعلومات اللي في عشان نقفل الموضوع بس سبحانه وتعالى. في بيتبقى لنا جزئيه بسيطه، ان في بعض الخلايا اللي هي الجسم اساسا يعني هو الخلايا السرطانيه اللي هي بتبقى شكلها غريب عن جسم الانسان، او بعض الفيروسات اللي بتخش داخل الخلايا، فبيبقى عندنا اللي هي التي سي، ودي بتفرز السيتوتوكسينز او المواد اللي هي بتؤثر عليها، ودي ميكانيزم اخر. فده خلاصه ما هو المناعه في جسم الانسان. احنا عرفنا دلوقتي المناعه والمناعه الطبيعيه والمناعه المكتسبه، عايزين بقى بالراحه كده وباللغه بتاعتنا الدارجه عشان الساده المشاهدين، جميل، ازاي نقوي المناعه بتاعتنا؟ جميل، تقويه الجهاز المناعي احنا عرفنا يعني ايه مناعه دلوقتي، الموضوع ما بقاش مبهم يعني. تمام. لو ابتدينا المناعه الطبيعيه هنلاقي طبعا ان كلها بتعتمد على الشكل الخارجي لجسم الانسان وشكله من بره، فاول حاجه فيها النظافه. طبعا. احنا قلنا الجلد. طبعا. فبنعتمد على نظافه الجلد بشكل مباشر، واتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن المطهرات، وابتدينا نتكلم على استخدام الكحول، وبنذكر مره ثانيه ان هو من 60 70% وده من الحاجات اللي هي القاتله للفيروسات بشكل كبير. بس استعمال المطهرات برضه لازم يبقى في حدود عشان ما يجيبش اثار سلبيه. يعني احنا قلنا الكحول طبعا لو حضرتك تتذكر الحلقه اللي فاتت لازم يتحط عليه جليسرين. تمام. عشان الجليسرين دوت هيقلل من الجفاف اللي ممكن يحصل. تمام. اللي طبعا في ناس طبعا الكلور وما شابه زي ما قلنا ده بيستخدم فيه. بس لو انت خلي بالك في مشكله حصلت الثانيه، الناس اللي عندها حساسيه، وانت عارف عندنا دلوقتي في عاملين بيزودوا حساسيه، العامل الاولاني هو تغيير فصول السنه، وانت عارف دلوقتي الازهار، فناس مشكله البولينج رينز الله ينور عليك. والحاجه الثانيه المواد المطهره اللي بقينا نستخدمها بكثره شويه، فالناس اللي عندها حساسيه الموضوع عندها اوفر، وبعدين عندهم هيسس من حته الكورونا، فهو يعني مش عارف هو دلوقتي الموضوع ان عنده اوفر ليه السنه دي. هقول حاجه، المبالغه دايما مش مطلوبه يعني. طبعا الاعتدال مطلوب. طبعا. فطبعا انا ما وصلش لمرحله الاوبسيسيف او ان انا اكون يعني عندي نوع من الحسحس يعني باللغه الدارجه. انا بشوف ناس بقدر الامكان كل خمس دقائق بيروح رشش. بس هو مبدئيا هي الهابتس دي كويسه، بس احنا مش عايزين انها تزيد عن حدها يعني. ما هو بالخمس دقائق هو بيأثر على الجلد بطريقه عكسيه، وبيأثر على الناس اللي قاعده معاه، هيلاقي في جفاف الجلد، وبعدين يروح حاطط اللي جنبه كح. يا نهار اسود يا عم، ما انت اللي خليته كح. بص يا فندم، هو بضاره النفعه، هو بضاره النفعه، لو هتمشي الهابت بعد كده بهذا الشكل وتقل حدتها شويه مقلوبة. ايوه، او تقل حدتها بالمعقول يعني. يعني طيب نرجع تاني للنظافه، ده بالنسبه للجلد، بالنسبه للجلد، وبالنسبه لخط الدفاع الاول اللي هو المناعه الطبيعيه بنقويها عن طريق اول حاجه موضوع النظافه بالنسبه للجلد، بالنسبه للممرات الهوائيه والاذن، تنظيف الاذن والانف والفم بشكل منتظم، طبعا استخدام الموسوش او المضمضه او فرش الاسنان بشكل منتظم. بنيجي بعد كده للقطن بتاع الاذن، طبعا تنظيف الاذن بشكل مستديم، العين بطبيعتها هي بتنظف نفسها، ولكن طبعا استخدام الماء بشكل مستمر خاصه الماء الدافئ مطلوب يعني. ده بالنسبه للنظافه العامه اللي بتساعد على الحد من انتشار الميكروبات. طيب هنيجي الحاجه الثانيه، لازم يبقى احنا عندنا، هو ممكن اضيف حاجه بمناسبه الحد من انتشار الميكروبات واحنا بنعاني منها دلوقتي حالا. جميل. التكييفات، طبعا احنا داخلين على موسم التكييفات، فياريت الصيف اولا هم يوطلنا التكييف في الاستوديو عشان ما نعياش ويجيلنا حساسيه، ثانيا نوجه رساله للساده المشاهدين بالنسبه للتكييفات. طبعا احنا داخلين طبعا على فتره الصيف واستخدام التكييف منتهى الاهميه، خلي بالنا التكييفات برضه بقى لها دلوقتي قرابه 6 شهور او 7 شهور ما بتشتغلش. فطبعا اتربه فيستحسن يفضل وخاصه في الظرف اللي احنا فيه ده ان هي قبل بدايه الدخول لفصل الصيف بشكل كبير يعني ان احنا ننظف التكييفات.
لا ونأجل استخدام التكييفات شويه للمطقس. بص اقول لحضرتك على حاجه، احنا درجات الحراره عندنا في يعني في مصر بتتعلى بشكل كبير، فيعني اكيد لان في بعض الاماكن مش ممكن دي تبقى ميزه مش عيب الحراره تعلى كتير. هنشوف، لسه مش عارفين هل تاثير يعني درجات الحراره على فيروس كورونا والله. بص حضرتك اثرت نقطه معلش نطلع شويه من قصه المناعه دي. حضرتك لازم، وده اللي طلبته، اعتقد ان احنا هنعمل حلقه الاسبوع الجاي ان شاء الله عن تاريخ الاوبئه من 100 سنه فاتت، صح كده؟ هي تبقى ان شاء الله حلقه مطمئنه، بس تخلينا على ارض الواقع يعني نبقى فاهمين اللي بيحصل يعني. خلي بالك انا ليه شايف ان درجه الحراره، يعني انت لو شفت الكورونا في الدول الافريقيه ذات حراره مرتفعه قليل شويه، حتى في مصر في الدول في المدن اللي هي سي ابر ايجيبت اللي هي مصر العليا يعني هتلاقي فيها انتشار موضوع الكورونا عالي شويه. خلينا نتمنى ذلك، نتمنى يعني ذلك. ولكن حد يجي يرد عليك يقول لك السعوديه، ما هو السعوديه اصلا قاعدين في تكييفات. فده اللي عايز اقوله. الى الان عشان يبقى الامور واضحه للساده المشاهدين، يعني الاعتماد على زياده درجات الحراره ممكن ما يكونش عامل مساعد في القضاء على الكورونا. والله هو ممكن يبقى عامل، نتمنى من الله ان احنا يعني هو ممكن يبقى عامل مساعد في امل نرفع الحاله المعنويه وبالتالي المناعه. بالظبط. طيب خلينا نتكلم على الغذاء والمناعه. طيب احنا من ضمن الاغذيه المهمه جدا ويمكن حضرتك اتكلمت فيها الحلقه اللي فاتت، كان طبعا حبه البركه والعسل والحاجات المنتجات الطبيعيه بصفه عامه، منتجات الالبان اللي هي بتفيد الانسان بشكل كبير. يعني مش عايزين نخش في تفاصيل، بس هي معظم الناس عارفه النهارده اهميه زيت الزيتون والعسل وحبه البركه فاكهه، وطبعا الفاكهه نظرا لاحتوائها على الفيتامينز وتحديدا فيتامين سي من الحاجات المهمه جدا. الاهتمام بشكل كبير بالغذاء الطبيعي، يعني خلاص احنا يعني قدرا كده طبعا المطاعم الفاست فود والحاجات دي مش شغاله دلوقتي او شغاله بحذر يعني، فاحنا نبتدي نهتم ان الاكل بتاعنا يبقى طبيعي. الحاجات الطبيعيه بتحتوي على المالتي فيتامينز المهمه والمينرالز والمعادن اللي الانسان محتاجها، فبالتالي انا عندي ميزه دلوقتي استغلها طبعا، يعني اعود حتى الاطفال واعود الشباب وصغار السن على ان هم ياكلوا الاكل بتاع البيت، الاكل الطبيعي اللي احنا اتربينا عليه كلنا زمان. اللي احنا اتربينا عليه اللي كله حاجات طبيعيه، ما فيش فيه اي مواد حافظه او اي حاجه ممكن تكون مضره وتقلل من مناعه الجسم. في نهايه الفقره النهارده تحب توجه رساله للساده المشاهدين بخصوص المناعه؟ طيب انا يعني هو خصوصا احنا اتكلمنا جزء يمكن كان علمي شويه ومتخصص شويه، بس هو ببساطه طبعا هو الوقايه خير من العلاج. يعني تمام. الانسان يحاول يحافظ على نفسه، احنا في الكون ده مش لوحدنا، ربنا سبحانه وتعالى يعني قضى بوجود هذه الميكروبات، فاحنا لازم نتقبل ونحمد ربنا على كل ما هو فيه ما نحن فيه يعني. وفي نهايه الامر كل اللي اقدر اقوله ان احنا نخلي بالنا من نفسنا، نخلي بالنا من صحتنا، لان يعني المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. نعدل سلوكنا، نرجع تاني للسلوك الطبيعي بتاع، احنا كنا عايشين في سلوك غير طبيعي. يمكن الازمه اللي احنا فيها دي تخلينا نرجع لسلوكنا الطبيعي ان شاء الله. عايز اشكرك لان انت رفعت مناعتي من غير ما تحس بالمعلومات اللي اديتها لي. شكرا دكتور. انا بتعهد بيك طبعا. شكرا دكتور. في نهايه الفقره الثانيه من النهارده خليني بالنيابه عنكم اشكر الدكتور هاني فرج المستشار الطبي الاقتصادي للبرنامج، وان شاء الله تعالى هو لينا مع حلقه قويه الاسبوع الجاي هنتكلم فيها عن تاريخ الاوبئه في ال 100 سنه اللي فاتت، هتبقى حلقه مطمنه للناس ونحط جميع السيناريوهات وجميع الاحتمالات. شكرا، انا بشكرك. العفو. خلينا بقى نستعد للفقره الثالثه النهارده ان شاء الله تعالى، مشاغبات عادل وعلاء. عنوان الفقره بالمناسبه بموضوع القلق، مش عارف هو جاي يقلقني ولا جاي يطمني ولا انا اللي هقلقه. خلينا نشوف القصه دي ايه ويطلع لنا فاصل يا عم.